السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ويسعد مساء الجميع، وأهلا بكل المتابعين. وأنا أسفة جدا 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 على التأخير، خطأ غير مقصود، لأني كنت مركزة في قناتي التانية لعمل بعض الحلويات، ويسعدني جدا إن أنتوا تشتركوا في قناتي التانية مقصوفة الرقبة، موجود اللينك بتاعها أسفل الفيديو. النهاردة بما إنه الصيف دخل، يعني هنتعرض للشمس كتير جدا جدا، غير كده ان احنا خارجين من الشتاء كمان، بشرتنا غامقه بطريقه مش حلوه. جيت لكم النهارده بقناع جميل هيفتح البشره، مش بس هيفتح البشره، كمان هيعالج الندوب اللي فيها. مبدئيا اصحاب البشره الحساسه من الليمون ما تستخدمش الوصفه دي نهائي، واوعدكم ان شاء الله اننا غدا هنزل لكم وصفه تناسب بشرتكم. كل اللي احنا محتاجينه هو معلقه كبيره من عصير الليمون متصفيه كويس جدا، ومحتاجين معلقة صغيرة من زيت حبة البركة أو الحبة السوداء. عايزين معلقة صغيرة، ودي معلقة كبيرة، هناخد كده معلقة صغيرة. فوائد حبة البركة هنا أو الحبة السوداء كما يسمونها البعض، هي بتزيل الندوب، يعني بتعمل عملية تلقيم للجروح اللي بتسببها طبعا الرؤوس السوداء، كمان بتساعد على عملية التفتيح. أما الليمون هو فيتامين ومضادات أكسدة ومعادن، بيحافظ جدا على البشرة وعامل أساسي في التفتيح. كل اللي احنا محتاجينهم اللي احنا هندمجهم كويس جدا جدا مع بعض. الناس اللي هتقول الحامض ازاي هيتجانس مع الزيت، لا بيتجانس لو انت استمرتي بالتقليب زي ما احنا عاملين الوقت بالظبط. كده الوصفة معانا انتهت، تبقى طريقة الاستخدام بتكون بالشكل ده، وهكررها. اصحاب البشرة الحساسة من الليمون ما تستخدمش الوصفة دي نهائي. طريقة الاستخدام كل يوم الصبح، كل يوم الصبح اول ما تصحي من النوم اغسلي وشك ونشفيه كويس جدا، بس نشفيه بمناديل، علشان لو نشفتيه بفوطه هتجرحه. نشفيه بمناديل، وبعد كده بتطبقي على الوصفه بتاعتنا مده 10 دقائق كاملين. بعد كده بتغسلي وشك بالماء الفاتر عادي جدا جدا، وبتستخدميها كل صباح لما توصلي للنتيجه اللي انت عايزاها والمرغوب فيها. وصفة بسيطة وسهلة وموجودة معاك في مطبخك، ربما يكون زيت حبة البركة هو العامل اللي مش موجود معانا، بس هو بشكل عام مش غالي في الأسواق، هو ب7 أو 6 جنيه، وهيكون معاك كتير جدا، لأن كل اللي احنا محتاجينه منه هي معلقة بس صغيرة. يا رب وصفة النهاردة تعجبكم، ومش هأكد عليكم تاني، يساعدني جدا اشتراككم وانضمامكم لقناة التانية، هي قناة أكلات وحلويات وترتيب ومشتريات وانتقادات ونصايح مقصوفة الرقبة. رابط القناة في أسفل الفيديو، رابط القناة في الديسكريبشن. لو بيعجبكم وصفات بشكل عام ما تنسونيش باللايك وشير لكل أصحاب، كمان الاشتراك في القناة مع تفعيل علامة الجرس. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.